ينضم إلينا أيضا الآن للمزيد من التفاصيل تحديدا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مراسلنا محمود جميل. محمود، هل لك أن تطلعنا على الجديد لديك في الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد فتح صناديق الاقتراع تقريبا بساعة، وذلك يعني مر ساعة على فتح صناديق الاقتراع لأبوابها وتوافد المواطنين المصريين على اللجان الانتخابية؟ نعم ريهام، أهلا وسهلا بك وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. لعل الصورة واضحة من خلفي، العمل المستمر لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول في 27 محافظة. اللجنة انعقدت منذ صباح اليوم لمتابعة وصول كل القضاء إلى اللجان، وأيضا التأكد من يعني وصول بطاقات الاقتراع وكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية. حتى الآن تتم عملية المتابعة مع القضاة في مختلف المحافظات من خلال اللجان العامة. نتحدث عن يعني وجود 376 لجنة عامة بإجمالي 11631 لجنة فرعية. يتم متابعة مستمرة للعملية الانتخابية في هذه المحافظات، ويتم التأكد من فتح اللجان في تمام 9 صباحا. الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية وإصدار كل القرارات التي تخص الهيئة، تخص العملية الانتخابية والانتخابات الرئاسية. والهيئة الوطنية كانت قد أنهت استعداداتها يعني منذ يومين أو أكثر بوصول السادة القضاء المشرفين على اللجان الانتخابية إلى المحافظات المختلفة وإلى مقر أعمالهم، وأيضا استلام بطاقات الاقتراع من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات، ومن ثم أيضا اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتسهيل الإجراءات على الناخبين. يعني تعلمون أن هناك يعني 15,000 قاض يشرفون على العملية الانتخابية، وأيضا بمساعدة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة في اللجان المختلفة لخروج العملية الانتخابية بأفضل شكل وتقديم كل التيسيرات. الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت أيضا عن عدد من الإجراءات الميسرة للناخبين، سواء يعني الخاصة أيضا بذوي الهمم فيما يتعلق بفاقدي السمع، بوجود بعض الإرشادات المكتوبة لخطوات عملية التصويت وكيفية التصويت في هذه اللجان، وأيضا للمكفوفين ببطاقات التصويت بطريقة برايل، وأيضا السماح لهم بالاستعانة بقاضي الصندوق أو اللجنة الذين يتواجدون بها، أيضا السماح لمندوبي المرشحين في حال يعني التأكد من وجود أسمائهم وبياناتهم بقاعدة الناخبين بالتواجد بالطبع في هذه اللجنة ومتابعة سير العملية الانتخابية، بالإضافة بالطبع إلى التسهيلات التي تقدم فيما يتعلق بالتعرف على لجنة الناخب من خلال الموقع. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، مراسلنا من الهيئة الوطنية للانتخابات، شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية محمود جميل.